طبعا في البداية بقول الحمد لله، مباراة مهمة جدا طبعا زي ما احنا عارفين، وفوز مهم جدا، ويعني مش عاوز توضيح طبعا. مباراة تلات نقاط مهمين جدا، بنلعب مع المنافس أقرب منافس لينا، فأكيد تلات نقاط مهمين جدا في مشوارنا. فطبعا أكيد أنا مبسوط جدا بالفوز دوت، وبشكر اللعيبة، لكن في نفس الوقت لازم أتكلم يمكن كمان فوز تلات نقاط مهمين وأداء مميز من اللعيبة، فبشكرهم في ظل التوالي المباريات الصعبة جدا جدا، وبنشوف طبعا لكن إصرار اللعيبة والنظام اللي موجود وأدائهم وفكرهم، وحتى ما بيحصل أي تغيير نشوف يبقى سيستم اللعب برضه بيبقى الحمد لله بشكل في تواصل وفي ثبات، فأكيد بقول الحمد لله على الفوز النهارده. الله يبارك فيك، الله يخليك. لا محمد داخل معانا من فترة بسيطة يعني، فأولا الجاهزية يعني لسه ما اقدرش اقيسها كمان، لان حتى ما فيش مباراه وديه، لكن الحمد لله طبعا على رجوعه تاني وان هو سليم. في نفس الوقت ما اقدرش اجازف بيه لعدم جاهزيته، وفي نفس الوقت ما اقدرش اجازف بيه عشان ما يحصلش حاجه تاني يعني، لان انا متوقع طبعا النهارده مباراه المجهود فيها هيبقى كبير جدا، وشفنا بالفعل المجهود اللي اتبذل في الملعب النهارده، المجهود البدني يعني مجهود كبير جدا من اللعيبه، فاكيد طبعا لو كنت ابتديت بنجيب كانش هيبقى مظبوط يعني. فالحمد لله هاني ادى بشكل كويس، كسبنا المباراه وكسبنا ان نجيب يبقى سليم ان شاء الله يخش ان شاء الله. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا محمد. انا بس كنت عايز اسالك ان النهارده يعني كان ملاحظ ان برضه الرجاله كانت كده تقدر الفرص، يمكن كان في اضرار شديد للفرص على مدار المباراه، برضه طبعا يعني اهدار الفرص ده، اهدار الفرص يا محمد طبعا بتفق معاك، وفرص كتيره جدا وكانت حسمت المباراه وكانت قللت حاجات كتيره جدا، لكن زي ما انت شايف يعني في فرص طبعا يعني لازم نتكلم فيها مع اللعيبه ونتكلم فيها، وفي فرص فيها توفيق وفي فرص فيها براعه من عواد النهارده يعني، فهي دي نوع الفرص اللي ضاعت النهارده، لكن اعتقد ان الاسماعيلي برضه قدم مباراه طيبه في التعامل معانا يعني. الاسماعيلي قدم مباراه طيبه، طبعا فريق مميز وفريق كبير، لكن هو قدم مباراه طيبه في التعامل معانا يعني، كان بيفكر طبعا ان هو يحاول يقفل الملعب النهارده، ما يبقاش فيه مساحات بالنسبه لنا، التعامل مع الشكل الجماعي اللي احنا بنلعبه او مع بعض الافراد ده كان واضح جدا في طريقه الاسماعيلي، لكن مع ذلك انا بقول ان احنا قدمنا مباراه مميزه جدا من الناحيه الفنيه، ومن ناحيه طبعا ان احنا يعني اهدار فرص اعتقد لو كانت جت برضه كانت سهلت علينا حاجات كتير، لكن في الاخر بحمد ربنا فوز بثلاث نقاط مع اقرب منافس، فاكيد المباراه بتبقى مهمه جدا ان شاء الله. انا لسه بقول جوه، انا يعني لسه قاعد ارتاح شويه، لسه في الاتوبيس هفكر واشوف طبعا، ولسه عندنا اجراءات بكره المفروض نعملها، لسه هنشوف بس النظام ايه مع لجنة الكورة أو التنظيم المباراة إيه، لكن إحنا مسافرين بعد بكرة طبعا، مسافرين بعد بكرة، لكن أعتقد لسه في تأشيرات بكرة، وفي مجموعة هتتمرن ومجموعة ترتاح، فلسه بس أرتاح شوية بس، وفي الأتوبيس هكرر كله إن شاء الله بإذن الله. اتفضل. الله يبارك فيك. عايز أسألك بس عن أنه لسه أحسن أحسن إن هو يفهم قلتها، ما أنا عارف أنت هتسأل السؤال هجاوبك على طول، قلت لك كل مباراة وليها فكر يعني، معايا كل مباراة وليها فكر والفترة الزمن انت كنت هتقول لي ان هو يبدأ ولا ما يبدأش لا 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 ما تقلش كده، ما انا هشرح لك، وانت مش عايز تديني فرصة ممكن اشرح لك، بقول لك كل مباراة وليها ظروفها، وقلتها قبل كده لا معايير كتيرة جدا، اولا توالي المباريات والمباراة اللي قبليها وليد ابتدى ولا لا، الفرقة اللي انا هلاعبها، تفكيري مع الفرقة، تقسيم المباراة نفسه مهم جدا، لكن هتتكلم على وليد سليمان يعني، وليد سليمان لعيب مميز ومهم جدا 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 عندي طبعا، لكن استخدامه بيختلف من مباراه لمباراه ومن فتره لفتره طبعا بدون توضيح يعني. شكرا شكري، اتفضل. انت يعني بتلاحظ ان انا ببقى مستسلم يعني، ما اكيد يعني بيبان عليا على الخط يعني، في اي ثانيه ممكن
بتجيب هدف الفوز ولا قدر الله في اي ثانيه ممكن يجي فيه الجون، فلا بد ان انت تبقى حذر ان ما يجيش فيه الجون، ولا بد ان انت يبقى عندك اصرار ان انت تجيب جون، ووفقنا الحمد لله بفضل ربنا ان احنا نجيب الجون احنا الحمد لله. شكرا.